ازيكم؟ هقول لكم على وصفه سريعه جدا تعملوا بيها مولتو اقتصادي وسريع للولاد، احسن بكتير من اللي هنشتري من بره. هنحتاج فيها البيكنج باودر، وهنحتاج اللبن والفانيليا، وهنحتاج شوكولاته بار بقى او قطعه شوكولاته، وهنحتاج السكر والدقيق. ونبدا على طول بالخطوات. نص كوبايه من اللبن الدافي، عليها معلقتين من السكر ورشه من الفانيليا. نقلب الحاجات دي مع بعض كويس، وننزل عليها بمعلقتين من الزيت او معلقتين من الزبده او معلقتين كبار من الزبادي، والزبادي هيطر العجينه ويخليها تيستي جدا. حطيت بعد كده كوبايتين من الدقيق المنخول وهقلبه كويس، وهحط عليها معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، اعجنها كويس جدا، وبعد كده سيبها ترتاح حوالي نص ساعه. اخدها بقى وافردها بالنشيبه بتاعتي واقطعها مثلثات زي ما انتم شايفينها كده. في قاعده كل مثلث بحط حته شوكولاته والف من القاعده لراس المثلث واقفل كويس جدا قبل ما اقليها. بسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه، وبعد كده باخدها في زيت متوسط الحراره واحمرها كويس من ناحيتين، وفي ثانيه يطلع معانا اجمل والذ واسرع مولتو. اشوفكم على خير.